زوينه، الخدمه لذيذه وسهله، وانتم يمكن لكم يعني تصلح من الشاي الكوتي، انتم يمكن لكم تغيروه في يعني في التزيين ديالها ولا في بعض المكونات، كيبقى الاختيار ليكم انتم. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما تنسونيش من الاشتراك ومن لايك، وشكرا جزاكم الله خيرا. السلام عليكم مرة أخرى، وكيف نتوما لاباس عليكم؟ أحوال طيبة. هذا النهار عاود غادي ندير لكم واحد الحلوة، لقاء جديد مع حلوة اقتصادية كتوجد سهلة، ما كتستعمل فيها لا طوابع ولا حتى حاجة، فقط فيها زبدة، قليل من الزبدة يعني 3 معالق ديال الزبدة، بيضتين، وهاد كأس من السكر، وكأس من الزيت، وخميرة الكيماوية، وواحد الفاني، وأما الدقيق فحسب يعني الخليط اللي عندنا. كذلك غادي نغيرو اللون ديال هاد يعني القطعة الأخرى، غادي نغيروها بالكاكاو، فغتحتاجو جوج ديال الساشية ديال الكاكاو، فخليكم معنا باش نبداو على بركة الله. الزيت طبيعة الحال كان عنده واحد الشيشه ديال الملح، غير باش نقدو الضوء، باش كنعطي لك التوازن ديال النكهات ديال السكر. ومن بعد الفاني، غادي ندير الفاني، بطبيعة الحال الزبدة ديالنا، والخميرة، الزبدة على حرارة المطبخ دائما باش كتسهل علينا تخلط. غادي ندير الخميرة دابا، غادي نضيفها في المرتبة الأولى كاملة، غادي نديروها، ومن بعد غادي نخلط هاد المكونات، غادي نبقى نخلط فيهم. نحاول نخلط فيهم حتى يمتزجوا كاملين مع بعضهم، ومن بعد غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه باش نحصلوا على واحد الخميره، عفوا باش نحصلوا على واحد العجينه تكون طريه. نسيت ما قلت لكم مكون اساسي في هذه ماشي واضح. غنستمر في التخلاط حتى يمتزج هاد المكونات كامله مع بعضها باش نحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون عجينه لينه. هذا الشيء خصنا يجي منها السكر مزيان، الا عندكم الباتور استعملوا الباتور، انا عندي الباتور في الحق دابا ماشي في المتناول ديالي، مبغيتش نطفي الكاميرا عاود نرجع، غادي نستمر بهاد الطريقة، ومن بعد نضيف الدقيق شوية بشوية باش نكمل معكم هاد هانتوما معايا. كنضيف الدقيق شوية بشوية باش نحصل على واحد العجينة اللي تكون رطبة شيئا ما، ماشي رطبة بزاف ولكن مهم تقريبا بحال صابلي، ولكن رطبة شوية على صابلي. غادي نستمر هكذا حتى نعجن مزيان باش نديرها في المول ديالي. اذا جاتكم شوية قاصحة يمكن لكم تضيفوا البيض، حالتي الا مثلا دكتو دقيق بزايد فضيفوا البيض باش تقدو هذا
المهم حنا كنبقاو هكذا كنطلقوا العجينه ديالنا. دابا بغيتي تطلقها ما بين جوج بقات ديال الطبخ، فهكذا من بعد كنزلوها في الصفيحه ديالنا وكناخذوا الكاكاو كنضيفوا العجينه الثانيه الباقي يعني الطبخ الثاني وكنعجنوا باش نحصلوا على واحد العجينه اللي فيها الكاكاو، وكنطلقوها بنفس الطريقه وكنوضعوها على العجينه الاولى وكنحاولوا نقادوا الجوانب باش تاخذنا نفس المقاس ديال العجينه الاولى، وكنحيدوا داك الزوائد ونحاولوا نقادوا العجينه ديالنا الاطراف ديالها باش نفينيوها مزيان يعني باش تكون العجينه يعني متناسقه نعطيوها واحد الجماليه. ومن بعد غادي ندهنوها كونفيتور ونديرو فوق منها داك رقائق اللوز وندخلوها للفرن ديالنا تفجت على درجة الحرارة 180. هنا من بعد ما دهنتها بالكونفيتير وديرت لها داك رقائق اللوز ما بانتليش ما تنفرش معايا داك القسم، غادي ناخد الموس وغادي نحول يعني نمشي نقطعو يعني غير نكشف العجينة ديالي نتوما يمكن لكم تغيرو مربعات باش ملي تطيب غادي تسهل عليا تقطع ديالها على حسب هاد الأشكال اللي دابا كنوضعها. فهاد الحلوة كنتي شكرا على المشاهدة ديالكم، ما تنسونيش بالإعجاب، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.